مساء الخير مع الوزير. مساء الخير لك وللمشاهدين، وما كان حابين اللي عم ينشاف او اللي صار يصير. بنحترم الناس وبنحب الناس، وكل حياتنا بنركض للناس وراح نضل نركض للناس. زوجتي وانا وبنتي راجع من الشغل، بعدني بالمكتب، كانت مرقوا علي وراجع على البيت. يعني سكرت الطرقات من كل الجهات، نزلت من حد بنك عودي تاخذ الطريق اوصل على البيت، يعني بدي 5 دقايق بوصل على البيت. سكروا موتويات، مجموعه كبيره من موتويات الطريق، ويعني بلشوا بشكل او اخر، يعني شافوا سياره، نزلوا شباب عم بيحاولوا يهدوهم، ضربوا اول واحد على راسه بالعصي، وهلا هو بالمستشفى عم نطب له راسه، ومعي انا مرافقين. وبعدين بعد الضرب والتكسير واللي صار بالكلام البلا طعم، نزلت انا من السياره ووقفت شباب اللي اضطروا يقوسوا بالهواء، اسف انا، حتى يفتحوا الطريق او يردون عنهم اللي كسروا لهم سيارتهم كمان، وتفتح الطريق حتى يعني نظهر من هالعجقه الموجوده. تاكد على اول نقطه انه موقفنا نحن بمجلس وزراء معروف، موضوع حقوق الناس والوقوف مع الناس. امبارح نحن عاملين مظاهره كبيره دعما للحريات، بس التظاهر ليس اعتداء على الناس. يعني معي زوجتي ومعي بنتي صبيه بالايوبي، يعني منظر غريب وفتح. طيب بس لماذا اطلاق النار؟ يعني هلا طلب منك الوزير جملات انك نعم. تسلم الاشخاص اللي اطلقوا النار. نعم. طول بالك، يعني اولا اطلاق النار، لو انا برايي اضطروا لاطلاق النار حتى يعني اعتدي في واحد المستشفى منهم، حتى ما يعني ما يكسرون، واني ما لهم ذنب، واثنين عسكريه بالدوله اللبنانيه، يعني هودي رجال امن لبنانيين، ويمكن بيعانوا مثل ما بيعانوا المتظاهرين، لكن هودي الشابين اضطروا يقوصوا لانه واحد منهم ضرب بعصاية على راسه والدم عم ينزف منه، هلا شعوب المستشفى عم نطب له راسه. وانا طلبت من العميد خالد حمود يبعث دوريه تاخذهم ويصير في تحقيق واضح معه. الذي حصل منه نوع من الحريات، هو نوع يعني ما تؤاخذني يعني ابعد من الحريات. طيب قدرت حريات الناس بالتنقل على الطرقات مفروض تكون مصونه، ونحن من نفس الصوت عم نقوله بمحل ما بنكون، بمجلس الوزراء وبمجلس النواب وبكل المحافل السياسيه، نحكي بحق الناس وبنحكي ضد الضرائب. وبارح عاملين مظاهرة كبيرة تأكيدا للحريات ودعما طيب. للحريات، إنما الحريات شيء والاعتداء على الناس أستاذ أكرم. وعلى النسوة وعلى الشباب شيء آخر. عرفت هالمجموعات لمين تابعة؟ لا ما بعرف حدا منهم، بس بعرف لما نزلت أنا من السيارة وحكيت معهم، يعني صار في رأيين بيناتهم إنه هيدا آدمي، هيدا مش من هوديكي، هيدا منيح، هيدا مش منيح. لكن لما انضربوا الشباب وصار في واد كان همي هدي الشباب ما يصير اكبر المشكل، وبرجع بقول اذا صار اطلاق نار انا بعتذر، بنتحمل المسؤوليه، وهلا طلب الدوريه تيجي تاخذ الشابين اللي هن بقوى الامن الداخلي للتحقيق معهم، نحن تحت القانون، انما الحريات شيء، برجع بقول نعم، والاعتداء على الناس وعلى الحرمات شيء اخر. شكرا. نحن مع حقوقهم لكن نعم، ليس بهذه الطريقه، مع احترامي، لكن يعني اللي صار مش طبيعي، والله يعين العالم شكراً. ويعين المتظاهرين.